نشد أهالي القرى المتضررة من السيول في مديريتي اللحية والزهرة بمحافظة الحديدة كافة الجهات المعنية والمنظمات المحلية والإنسانية بتقديم المساعدات الإغاثية لتخفيف معاناتهم بعد أن دمرت منازلهم وشردوا منها وأصبحوا بدون مأوى. كارثة طبيعية حلت بسكان 20 قرية من قرى مديريتي اللحية والزهرة إثر تدفق سيول جارفة بسبب شدة الأمطار التي هطلت، فتسببت في تدمير أكثر من 2000 منزل ووفاة 8 أشخاص ونفوق الآلاف من رؤوس الأغنام. فعلا حصلنا أضرار كبيرة ومواطنين منكوبين لا يجدون الماء ولا الأكل ولا الشرب. المنازل دمرت وكل القرية منكوبة بشكل عام ودخلها السيل، وما زال الناس نازحين في المدارس وفي المساجد لا يجدون حتى لقمة العيش. وضع مأساوي يعيشه الأهالي هنا في هذه المناطق، فالكثير من الأسر أصبحت بدون مأوى وأصبحت تسكن في المساجد والمدارس بعد أن تهدمت المنازل بشكل كلي وجزئي كون معظمها مبنية من الطين والقش. راح من بيت، راح من مقايد، راح من فرش، راح من مخاد، راح من دوابج، ما نطي حنطة. جملونا الناس أبونا احنا بس هم وادي، واحنا ذا احنا في بيت الله هم مساجد حالي. وصلت سيول جارفة غير معهودة للقرية، دمرت أغلب مساكن القرية، بعضها آيلة للسقوط. الآن الناس ما تستطيعش تدخل فيها ولا تجلس فيها بسبب التربة لأنها ضعيفة، وهذا والسيل لما وصل لها ما خلاها هشة، والمنازل احتمال أنها تسقط. مناشدات كثيرة أطلقها أهالي القرى المتضررة لكافة المنظمات المحلية والدولية لمد يد العون والمساعدة وتخفيف من معاناتهم. الأسر النازحة إلى الآن حوالي 2000 أسرة نازحة. قدمنا دعوة إلى كل المنظمات والجمعيات والمؤسسات الخيرية للتقدم. إلى الآن لم يصل إلينا إلا بالحقيقة منظمة أطباء بلا حدود، كانت أول المبادرين، قدمت 250 خيمة وتم توزيعها في مناطق متضررة في الزهرة. ننتظر من بقية المنظمات حسب الوقت. نحتاج منهم الآن إغاثة أولية لأننا نحتاج خيام ونحتاج إغاثة ولا يوجد عندنا ماء. مشروع القرية انتهى ونحن الآن في حالة يرثى لها. السيل أخذ القرية كامل ونحتاج حاجز على القرية للمستقبل. إذن تبقى معاناة هذه الأسر مستمرة مع استمرار تدفق السيول وهطول الأمطار هذه الأيام، ما لم يتم تقديم الإغاثة العاجلة للقرى المنكوبة. عرفت مكي، اليمن اليوم، الحديدة. ختام هذا